عشان نعمل كيكه النعناع بتاعتنا عايزين كوبايتين دقيق، عايزين كوبايه زيت، 4 بيض فانيلا، 1 كوب حليب، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1.5 كوب سكر، 1 كوب نعناع اخضر، وعايزين كريمه، 2 كيس كريمه بودره، 1 كوب كريمه سائله، وعايزين شوكولاته بالنعناع. في كذا نوع في السوق، هاتوا النوع اللي انتوا بتحبوه. طيب اول حاجه هنعملها هاخد الحليب اللي عندنا، عندي هنا الخلاط، هحط الحليب بتاعنا في الخلاط وهحط معاه النعناع الاخضر اللي عندنا. هنضرب الحليب مع النعناع. تمام. تقدروا كمان لو تحبوا تضيفوا شوية لون أخضر، نقطة لون أخضر. العجان بتاعنا من غير طول، فأهو الطول أهي، خلينا نحط الطول بتاعتنا. أول حاجة هنحطها هي السكر والبيض مع بعض. آدي السكر، ادي البيض، يعني بالعكس، ادي البيض وادي السكر، وهنحط معاهم الفانيلا ونبتدي نخفق. طيب شايفين المرحله اللي وصلنا لها، ان القوام بقى كريمي كده والخليط بقى فاتح، هو دي المرحله اللي احنا عايزين نوصل لها. دلوقتي هنحط الزيت اللي عندنا، والخلاط شغال كده. شايفين اهو ده القوام كده الحلو بتاع الكيكه. هنحط بقى دلوقتي الدقيق والبيكنج باودر وبرضو نخلطهم. هنبتدي بقى نضيف النعناع اللي عندنا والحليب. تمام، الكيكة كده عندنا جهزت. هناخدها نحطها في صينية على درجة حرارة 180، وبتقعد تقريبا من 50 دقيقة لساعة. وزي ما قلنا بتقدروا تضيفوا نقطة لون أخضر لو تحبوا. وكده نبقى احنا خلصنا الكيكة، ومفروض ان هنخبزها. ودي الكيكة بعد ما بتطلع من الفرن، قسمتها 2. الكريمة بتاعتنا اهي، هحط لها بعد ما خفقناها كده يا جماعة، هنحط لها يعني تقريبا معلقتين كبار من سيرب النعناع، وده موجود في كل مكان. هنحط لها اولا هيدينا لون اخضر زي ما اتفقنا، وهيدينا نكهة نعناع كمان للكريمة بتاعتنا. تمام كده خلاص، هناخدها هناخد بقى بقية الكريمة اللي عندنا ونحطها في البايبنج باج، كيس الحلواني.